بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حلقة جديدة من حلقات برنامجكم سيدنا النبي عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. حلقة اليوم عن سيدنا النبي حبيب الله. يسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا ومع حضراتكم فضيلة الدكتور مجدي عاشور، مستشار فضيلة مفتي الديار المصرية. مرحبا يا مولانا. أهلا وسهلا بكم. أهلا بك يا سيدنا. في حلقة اليوم يا مولانا من برنامج سيدنا النبي حبيب الله، عايزين في البداية نتعرف عن معنى كلمة حبيب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذه الحلقة طالما كانت بهذا المعنى الجميل، معنى الحب الذي هو محور الوجود والذي هو معيار فتح باب الله عز وجل، فعنوانها هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. الحب إذا أردنا أن نعرفه تحار فيه العقول. لو قلت بمعنى القرب فأنت صادق، لو قلت بمعنى الوصال فأنت صادق، لو قلت إنه بمعنى الدخول إلى الله عز وجل فأنت صادق، لو قلت أنك بمعنى البذل والعطاء فأنت لا تبعد عن الحقيقة، إن قلت أنه بمعنى الرحمة أو الشفقة على الخلق جميعا فأنت صادق. هي أحاسيس ومشاعر في القلب لا يستطيع الإنسان أن يعبر عنها إلا من ذاقها، لذلك قالوا من ذاق عرف. فلا يستطيع أن يتكلم عن الحب إلا من وجد شيئا من حب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في قلبه. فالحب معنى عظيم، عليه تجتمع الأكوان وعليه تجتمع الخلائق، والناس تدخل في دين الله عز وجل تدخل من باب الحب، لأنك إذا أحببت الخلق جميعا فإنك ترحمهم، وإذا رحمتهم فأنت قريب من الله عز وجل، فأنت إما طبيبهم وإما حبيبهم، طبيبهم ساعة المعاصي وحبيبهم ساعة الطاعة، وأنت أيضا حبيبهم ساعة المعاصي، بمعنى أنك تخرجهم عن دائرة المعصية بالرفق واللين والرحمة إلى دائرة مرضات الله عز وجل وطاعته ورحمته وفضله وجوده. فالمعنى الحب هو معنى كبير، لذلك خص الله عز وجل به نبينا صلى الله عليه وسلم عندما قال إنما أنا حبيب الله. وهذا أسلوب قصر كما يقول العلماء، كلمة إنما يعني ما أنا إلا حبيب الله عز وجل. والله عز وجل لما اتخذ نبيه حبيبا جعله هو الدال على الله عز وجل، بحيث لا تدخل على الله عز وجل إلا من خلال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. كل الناس قد يدعي المحبة، ولكن المهم ربنا بيحب مين؟ المهم سيدنا النبي بيحب مين؟ الأدعياء كثيرون، ولكن أنت إذا أحببت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وأطعته تدخل في معنى الآية، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فأنت بمشيك وراء سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بالسير على نهجه يحبك الله عز وجل. مراد الإنسان من الحياة أعلى شيء أن يحبك الله عز وجل. السبيل إلى هذا أن تمشي وراء سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وأول شيء تسمع كلامه، وتسمع كلامه لا يتأتى إلا بمحبته. إن أحببته صلى الله عليه وسلم أطعته في كل ما يأمرك به، وهذا هو المدخل إلى محبة الله عز وجل عن طريق سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فالحب معنى عظيم تتناغم به الأكوان كلها. عندما تسمع نغمات الحب، يعني نغمات الرحمة، المغفرة، العفو، السماحة، الرضا، عدم المشححة، الرفق بالناس، اللين، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ربنا عز وجل جعل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قطعة من الرحمة، لذلك قالوا خلق الأنبياء جميعا من الرحمة، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هو عين الرحمة، هو العين الذي ينبع منها الرحمة. بهذا المعنى نعرف معنى الحب، ولا ندخل إلى قلوب الناس إلا بهذا الحب العظيم. في صفات القرآن عندما تأتي بكلمة الحب، ربنا يصف المؤمنين والذين آمنوا أشد حبا لله،
كلما ازددت حبا لله ازداد ايمانك، وكلما ازددت وصالا مع الله وبذلا وعطاء في اوامره ونواهيه ازداد قربك من الله عز وجل. عندما ترى صفات المحبين ربنا عز وجل يذكر في القرآن والله يحب المطهرين، وخير المطهرين هو سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، والله يحب المحسنين وخير المحسنين هو سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، والله يحب المتقين وخير المتقين سيدنا محمد، والله يحب المقسطين العادلين وخير المقسطين هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا جمعت هذه الأوصاف الإحسان والعدل القسط والتقوى والإيمان والإحسان إذا جمعتها تجدها متمثلة في سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الآية ومن يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. ما صفاتهم؟ أذلة على المؤمنين فيهم التواضع، أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. هذه الصفات بكل معانيها تجدها متشخصة في سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى الحب الجميل، لذلك أحبه الله عز وجل. ولهذا علامات ودلائل على محبة الله عز وجل لهذا النبي العظيم الكريم صلى الله عليه وسلم. يقال يا مولانا أنه لا تكليف إلا بالحب، أو لا تكليف إلا بحب، عايزين نعرف هذا المعنى. نعم، لا تكليف إلا بحب، بمعنى أن نزرع في قلوب الناس أولا محبة الله ورسوله، وبعد ذلك تطلب منهم التكليف بمعنى الأوامر والنواهي. افعل ولا تفعل. إذا لم تزرع الحب في قلوب الناس كانت الأفعال شاقة وكانت التكليفات بها حرج على الناس، أما إذا غرست الحب فيهم علمتهم كيف يحبون الله ورسوله بعد ذلك تأتي التكليف مرحبا بأي شيء يأتي من الحبيب. الله. النبي صلى الله عليه وسلم الناس تنظر إلى الصلاة فيها تكليفات وفيها حاجة صعبة، ولكن يجي سيدنا النبي ليه بيحب ربنا عز وجل، فقال له أرحنا بها يا بلال بالصلاة. التكليف يكون راحة لقلبك إن أحببت من كلفك وهو الله عز وجل، أو من دعاك إلى هذا التكليف هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر العظيم، هذا التكليف، لو أننا بينا وأشعنا محبة الله ورسوله في الخلق بعد ذلك كلفهم بما تشاء من كتاب الله أو سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيتوقون إلى هذا المعنى. إيه؟ يتشوفون ويتشوقون لفعل هذا. ليه؟ لأنك ستدخلهم على حبيبهم من خلال ما طلب منهم. لذلك أي واحد بيحب إنسان حتى البشر عندما يحب إنسان إنسانا أو إنسانة إذا طلب منه كما يقول لبن العصفور سيأتي به. ليه؟ لأن المحبة تأتي بهذا التكليف وتجعله أمرا هينا سهلا يتجشم المشاق والمصاعب من أجل حبيبه. هكذا يكون التكاليف، نزرع الحب أولا في قلوب الناس، وكما علمنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحب الله عز وجل برحمته بمغفرته بعفوه، بهذا تحبه ثم بعد ذلك تأتي التكليفات. عندما جاء سيدنا عمر لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا النبي شافه كده في حديث البخاري وقال يا عمر لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وولده، وفي رواية ووالده وولده والناس أجمعين، من كل أحد. لا يكتمل إيمانك يا عمر إلا بهذا. فسيدنا عمر نظر لسيدنا النبي وقال له يا رسول الله والله إني لأحبك أكثر من كل شيء إلا من نفسي، يعني خص نفسه بس. فسيدنا النبي قال له لا يا عمر حتى تحبني أكثر من نفسك. قال الآن أحبك أكثر من نفسي يا رسول الله. هنا العلماء ينظرون إلى سيدنا عمر رجع مباشرة وقال له بحبك. هل القلب تغير في لحظة؟ هل المشاعر بتتغير كده؟ نعم، مع سيدنا النبي ده زي العلماء ايه اهل النبي بيقولوا ايه، بيقولوا ان الفضل هنا لسيدنا النبي لانه نظر الى قلب عمر. قلب عمر كانه في المحبه مش كله، يعني يحب سيدنا اكتر من كل شيء، لا الا شيء، فعمل كده شويه فقال له حتى تحبني اكثر من نفسك يا عمر. راح سيدنا النبي باصص لقلب سيدنا عمر، راح متحرك
وقال له الآن أحبك أكثر من نفسي يا رسول الله، قال الآن اكتمل الإيمان عندك يا عمر. الله. بهذا المعنى العظيم الإنسان يحب محبوبه. يقولون في الشعر عندما يتكلمون عن الحب: مرض الحبيب فعدته فمرضت من أسفي عليه، شفي الحبيب فزارني فشفيت من نظري إليه. الله. سيدنا أبو بكر الصديق عندما علم محبة الله لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، كما ورد في بعض الآثار والروايات، قالوا أكتر ثلاث حاجات بتحبها إيه، كل واحد راح متكلم. سيدنا عمر قال: أحب قول الحق ولو كان مرا، والجهر بالمعروف ولو كان جهرا أو لو كان سرا، والأمر والنهي عن المنكر ولو كان جهرا. سيدنا عثمان هو تحب إيه؟ قال له إطعام الطعام وإفشاء السلام والقيام بالليل والناس نيام. سيدنا علي قال له بتحب إيه؟ قال الضرب بالسيف وإكرام الضيف والصيام بالصيف في شدة. راح أقول لسيدنا أبو بكر: وأنت بتحب إيه بقى؟ كنا نشوف حاجات جميلة كلها. جعل دايرته كلها يا سيدنا النبي عليه الصلاة. ما احنا لما نمشي نلاقي سيدنا النبي كده وابو بكر معاه، ما تشوفش سيدنا ابو بكر لان شايفين سيدنا النبي ماشي وراه مباشره. قال له بتحب ايه؟ قال له كثره الجلوس بين يديك وكثره النظر اليك وانفاق مالي عليك. كل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كله متمحور حول سيدنا النبي. سيدنا النبي وهذا من علامات الحب القويه. ومن كده قالوا: طب ازاي عرفت ان ربنا بيحب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول له: يا اخي ده الواحد لما بيحب انسان بيكثر مخاطبته، ما تملش من مخاطبته. قال له: طب يعني ايه؟ قال له: ده القران نزل على سيدنا النبي، ده مناجاه من الله لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يخاطبه كل 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 ويا محمد وكذا وكذا، والاحاديث جبريل نازل على طول وربنا بيقول لك كذا وكذا. شوف قصه المخاطبه. قال له: يعني هي دي بس الدليل؟ قال له: لا، ده في لطيفه ثانيه جميله قوي. قال له: ايه هي؟ قال له: انت شايف في الايه بتاعه سوره الاحزاب بيقول: ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال لك: ده قال لك ربنا والملائكه بيصلوا، انما انتوا مؤمنين تصلوا وتسلموا عليه. مش معنى ما قالش ربنا بيسلم. قال له: انت من امتى سيدنا النبي مش عند ربنا محتاج يسلم عليه؟ الله. ده السلام لما يكون عن بعد، محتاج ان انا قبلك اسلم، انما سيدنا النبي دائما مع الله والله دائما معه، وهذا علامة المحبة. الله. لذلك ما تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم الا بالله عز وجل في الاوامر والنواهي وفي الاخلاق وفي الاذكار، وكله يذكر ربنا عز وجل. كثرة الذكر تدل على انك تحبه. لذلك اروي: والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وأنت في نفسي بين وسواسي، وما تنفست محزونا ولا فرحا إلا وذكرك مقرون بأنفاسي، ولا جلست إلى قوم أحدثهم إلا وأنت حديثي بين جلاسي، ولا هممت بشرب الماء من ظمأ إلا رأيت خيالا منك في الكاس. هكذا عندما يحب أحد الله عز وجل ويحب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك كان الحال مع سيدنا النبي، كان يذكر الله على كل أحيان. لماذا؟ من كثرة المحبة. إياكم أن تشغلوني عن الله وهو لا ينشغل عن الله. يبقى الله عز وجل بيحب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك جعل الثواب إيه؟ لما يجي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في يوم القيامة يروح مخبط على الجنة، ولما يخبط على الجنة تروح الملك خزن الجنة رضوان فيسأله من؟ فيقول محمد. فتقول له ايه الجنة بقى؟ ينطقها الله بلسان المقال او الحال، تقول: بك امرت الا افتح لاحد قبلك. الله. يبقى اول الداخلين هو حبيبه صلى الله عليه وسلم، لان الحبيب اذا دخل يشفع للآخرين بعد ذلك، ويقبل الله بعد ذلك ما يقوله في حق الناس جميعا. انا مش عايز اقطع كلام فضلتك الحلو عشان نطلع الفاصل، لكن نطلع فاصل ونعود نسترسل في هذه المعاني الجميلة. فاصل ونعود إليكم، فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا إليكم من الفاصل، الجزء الثاني من حلقة اليوم من برنامجكم سيدنا النبي عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام.
وحلقة اليوم عن سيدنا النبي حبيب الله. يشرفنا أن يكون معنا فضيلة الدكتور مجدي عاشور مستشار فضيلة مفتي الديار المصرية. مرحبا يا مولانا. أهلا وسهلا. أهلا بك يا سيدنا. كنا قبل ما نطلع فاصل مولانا فضيلتك بتحدثنا عن أن الحبيب دائما يذكر حبيبه، وأن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عندما يطرق باب الجنة تقول أمرت ألا أفتح إلا لك. نعم. عايزين نستكمل هذه المعاني جميلة يا مولانا. نعم. الحبيب يذكر دائما حبيبه، لذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان يشعر إن التكليفات علينا كتيرة. لا، ده سيدنا النبي في شيء أنت بتعملها سنن هي فرض عليه. فيجي إن سيدنا النبي الوتر بالنسبة لنا إحنا سنة مؤكدة، على سيدنا النبي فرض. ليه؟ لأنه عاوز يخش عند ربنا عز وجل على طول، عاوز يبقى معه على طول. يجي يقول لك مثلا قيام الليل سنة بالنسبة لنا جميلة، ركعتين في الليل أو ركعتان في الليل خير من الدنيا وما فيها. سيدنا النبي كان قيام الليل عليه واجب. ليه؟ لأن عشان يفضل دايما مع الله عز وجل، لأن باب الحب ده مفتوح إلى أقصى مدى. يروي البخاري في صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه، عشان نشوف قيمة الحب وإزاي دايرة واسعة قوي. إذا أحببت الخلق فإذا زرع حبك في قلب أحدهم، قد يكون اللي أنت بتحبه ده ولي من أولياء الله فيشفع لك عند الله عز وجل. الله. إذا قصر بك عملك فلا يقصر بك حبك. يعني الإنسان إذا عمله مش كتير يروح يقطر الحب للصالحين. صحيح. ومنهم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، من باب الدخول إلى الله عز وجل. فيقول سيدنا أنس، سمعت حديث من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول المرء مع من أحب. الله. فبيقول أول ما سيدنا النبي قال كده بيقول ما فرحت بحديث أو بشيء بعد إسلامي كفرحي بهذا الحديث. قال لي، قال لي أني أحب رسول الله وأحب أبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهما في الجنة أو معهم في الجنة. فدائرة الحب هذه تعلمنا حتى نحب الأكوان. بيقول لك لما أنت تحب الخلق بعد أولياء الله الصالحين، يقول لك إيه؟ لو أنت دخلت الباب وهتقفل الباب اوعى ترزع الباب، تعمله بالراحة. قال لي ليه؟ يقول حب الباب زي ما أنت ما حبش يزقك انت برضه عم برفق. قال له من ايه؟ قال له ما انت كده بتحب الكائنات. قال له يعني حب الكائنات ده حاجه جميله؟ قال له ده عليها ثواب عظيم. قال له ازاي؟ قال له نقل الكائنات كانت بتحب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. الله. حتى الجمادات يعني. حتى الجمادات. سيدنا النبي يقف على جبل احد، جبل احد جبل يحبنا ونحبه. الله. سيدنا النبي كان يقف في الحديث صحيح في البخاري، كان يخطب على جذع نخله، جذع نخله يسند ايده عليها عشان يقف فيه على المنبر وايه بس الناس تشوفه ويسمعهم الكلمتين في الخطبه في الجمعه او غيره. فجي واحده ست عندها واحد صانع نجار، فقالت له يا رسول الله عندي نجار فاعمل ايه؟ عاوز يعمل لك اي حاجه. قال لها خلاص يعمل. عاوز ايه؟ قالت له منبر. اعمل منبر. عمل المنبر. فلما جيت على المنبر راح حاطين المنبر وجنبيه الجزع. فطلع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر اللي نشوف المسجد ده ثلاث درجات كده، وراح طالع وهو بيتكلم على المنبر. الصحابة بيقولوا سمعنا أنينا بكاء للجزع كما يبكي الإنسان تماما. ليه؟ فلما عمل كده راح سيدنا النبي سمع هذا. سيدنا النبي رحيم، سيدنا النبي محب، يعرف قيمة الحب وقيمة شقاء المحبوب بمحبوبه أو الحبيب بمحبوبه. فنزل فأخذ هذا الجزع وحضنه وضمه إلى صدره فسكت هذا الجزع. وقال له في رواية قال له تحب أن تكون غرسا في الجنة؟ يعني أنا هتخذ المنبر وإن أنت تبقى شجرة في الجنة ولا رجعك وقف عليك تاني؟ قال له خلاص خليك على المنبر بس أكون شجرة معك في الجنة. الله. يا رسول الله. الله. الصحابة سمعوا هذا الأمين بأنفسهم. ولكن هذه المحبة تأتي بكيف الكائنات كلها عندما تحب الله عز وجل. فإذا أحبك الله، إن الله إذا في الحديث الصحيح إن الله إذا أحب عبدا نادى في السماء يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه. وينادي جبريل في السماء يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه. وينادى في الأرض يا أهل الأرض إن الله يحب فلانا فأحبوه ويكتب له القبول في الأرض بالحب لأن الله عز وجل يحبه. لذلك سيدنا النبي لما علم ذلك يبقى يفضل في حضرة المحبوب مباشرة. كيف؟ إن هو يصلي دائما. في الحديث القدسي ربنا عز وجل بيقول ايه؟ بيقول من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. الفريضة تصلي كتير. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به،
وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. يبقى إنسان مكتمل، كل حركاته بالله. من هنا أخذ الصحابة والتابعون والصالحون معنى الحب، ولكن كما نقول ليس الشأن أن تدعي المحبة، لا، المهم أن أنت تتحب من الله ورسوله. إذا أحبوك كنت معهم في الرضا والرضوان. لذلك يحكون عن أحد الصالحين في بغداد، وكان هناك الإمام مالك بن دينار، وكان من كبار الصالحين في المسجد، فأقحطوا ما فيش مطر خالص، فاستسقوا ويصلوا صلاة الاستسقاء ويلبسوا ويغيروا بهدومهم وبتاع عشان يصلوا ويدعوا، وفيهم صالحين ولم ينزل المطر. ففي مرة يوم ليلة من الليالي هم خارجين من مسجد مالك بن دينار من كبار الصالحين، خارج من المسجد بيقول: فوجدت شبحا أسود خلف سارية المسجد وهو يصلي، فوقفت أنتظر صلاته وإحنا وفيش مطر انتهى. فسمعته يقول وهو في سجوده: قال خلقك لجأوا إليك وهم يدعونك بحب ومحبة، وليس لهم رب سواك، إذا لم تسقهم أنت فمن يسقيهم؟ الله. فبيقول عندما انتهى هذا الكلام، والرجل بيقول ايه، شوف بقى هنا إيه وموضع الشاهد، فقال الرجل بخطب ربنا من كتر الدلال من كتر المحبة مع الله، قال: بحبك لي إلا سقيتهم، بحبك يا رب، بحبك لي، لأنه يعلم أنه يحب الله فالله يحبه. ما هو العلاقة مع سيدنا النبي وربنا إن لما تحبه هيحبوك، ما فيش حب من طرف واحد، طالما تحبهم وهم يحبوك مباشرة. فبيقول الرجل خرج من المسجد، فمالك بن دينار مسكه، الرجل بقى حب أمسك الصلاة، راحت من المطر أول ما نزل المطر، فقال له: إيه الحكاية؟ انت منين؟ لقى عبد بيعمل عند خادم عند واحد سيد، فتاني يوم الصبح عرف مكانه وراح يشتريه، فقال له: دلوقتي انا هشتريك. فراح يشتري السيد، يقول له: هشتري منك. قال له: ده طول الليل عمال يصلي ويعيط وطول النهار مش راجع وقاعد يعني تعبان. قال له: انا عاوزه عشان كده. فقال له: خده. بكام؟ قال له: بدينارين. قال له: هدفع 10 دينار. دفع خده. فالعبد ماشي لعارك بن دلفه بيقول له: انت سمعت ان انا لا استطيع العمل وان انا عبد شؤم، فانت واخدني دي انا يعني هخدم من سيد لسيد؟ قال له: وانت فاكرني ان انا واخدك عشان تخدمني؟ ده انا واخدك عشان اخدمك. دي لان علم حالة الحب بينه وبين الله. بيقول لما خده عشان يبين بقى الصفاء، صفاء الحب الذي يريد ان يكون الحبيب مع محبوبه وحده، بيقول: فلما اختبى بالليل عند ملك بن دار اول ليله، فراح مصلي بالليل كده واقف، راح مخاطب ربنا قال له: سر بيني وبينك تطلع عليه غيرك، بحبك لي إلا قبضتني إليك. فمات من وقته بسبب الحب. كثرة الحب تفعم القلب بالرحمة والمغفرة للناس جميعا. علينا أن نعرف أن الحب لله ورسوله، واحد يقول لك إيه أنا بحب ربنا، ولما ليك بتحب في سيدنا وتكسر الصلاة والسلام عليه يقول لك إحنا ما فيش إلا سيدنا. يا عم كيف تفرق بين الله ورسوله؟ ذكرك لسيدنا النبي هو ذكرك لله عز وجل، حبك لسيدنا النبي هو حبك لله، ما هو الاثنين انجاز التعبير لله المسؤول، كانها دائره كلما غادرت منها مكانا عدت اليه، ترجع له ثاني. الله ورسوله بهذا المعنى نجد الحب ينشر الرحمه بين الناس ويدخل الناس في دين الله افواجا. وبهذا كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حبيبا لله وحبيبا للاكوان وحبيبا للإنسان وحبيبا لجميع أهل الأديان. والسلام. وفضلت صلى الله عليه وسلم العبد الأسود الذي كان يدعو، كان واخد جنب بيدعي، ولما اكتشف أن السر بتاعه بينكشف قال: يا رب بحبك لي اقبضني إليك. نعم. الله. لأن الحب لا بد أن يكون بين الحبيب ومحبوبه. صحيح. لا يطلع عليه أحد. لا يغار عليه هذه المحبة يعني. يغار عليه بهذا الحب. أنا أحبك وحدك ولا أريد أن يطلع، وهذه حالة فريدة، ولكن نريد أن نبين للناس جميعا حبنا لله ورسوله. الله. وإنما يكون ذلك بكثرة ذكر الله وبكثرة الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله. الكلام عن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام حبيب الله، كلام جميل، والكلام الجميل يمضي سريعا. اسمحوا لي باسم حضراتكم نشكر فضيلة الدكتور مجدي عاشور مستشار فضيلة مفتي الديانة المصرية، شاكرين يا مولانا، ربنا يزيدك علما ونفعنا بعلمك، على وعد واللقاء مع فضيلته ومع مجموعة من علمائنا الأجلاء في حلقات قادمة من برنامجكم سيدنا النبي. فإلى ذلك الحين نستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حفظ الله ورعايته.